أهو الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وحنو نحذي كجدنا باب كي صدني لبعض، باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. وأنه تضرب حديث سوق هذا لي، وحن نكبر الله بإنه حديث كسيدي ذات أهنا حديث كلا ربق اللي كنت نستقال وإسناء حديث دير وبابك وكسو أفجرمل. وعن أبي هريرة ومروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة وحل قوري النبي كوري قال إن يري لم يتكلم في المهدي ضبطه كما هذلين إلا ثلاثة سدحة، يعني المير وضبط الوهيو وحطي ده الشيء مرضو ده الشيء ولي بيئة فريسان كيرين كما هذلين إلا ثلاثة عدد وحي تهي المهدل ضلي أما ولي بيئة وضبط الوهيو وصعديو راشين أن قادن كرين أو بل يمالها أه تماها وح عادة أه إني هالان مركو رسدح باهالي كو عيسى بن مريم باهالي عليه السلام لبو وصاحب جريج جريج صاحب كينا هو هالي طبعا كان سدحان منو من دونا وانا نصوم مري وهوين ايدي مركي حديثي غلام كانو كهل ليني مركي قد كالو قضي وقحابتي انتا على اكيد داد كالو قري او لليني او لقبي مركي هويني المها يالا يبقضي وإلا بالله يسوي روي حق بات كنت هاجنتي هاو جو جن كانو ما كسدحات هدب النبي له عيسى سو قصيص وان قران كان هدا ميشن لانو قام الشيكين يو وحن وصو مرتي في سورة الكهف في سورة مريم بن موسى مرتي عندها مركو لها إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا سيالك كلمة دوت بوكوها للنبي له عيسى يدو سورة مريم بين موسى مرتي دور جربة قصدي ilmaha yaraa oo ay hooyadii dhabarka ku sidana iyaduna waynu soo martay sidoo kale suurat buruuj sabab nuzuulkeeda waa nagu soo martay dhowr jeer laakiin halka maanta waxa aanu xadiidka uu inoo faahfaahin doonaa si qaada dhigan qisad jurayj biidin illahi subxaana wa tacaala nagu cusbo marka nebigu wuxuu yidhi wakaana jurayjun rajulan cabida ninka jurayja wuxuu ahaa من عبادة بضان أو إلهي عبودة ددو حجرة مولع عودة هلكا كجير بحران أو شقك لأن قبنين إن إلهي سبحانه وتعالى عبودة ما لنجد أول سومي هاي هبيك الليل بأتاقين شقك لما قط فاتخذ صومعة وحوصا ما يستي ميلير أو كتو كذو فكان فيها الكاب كجري صومعة ومولع ير meel yar oo ku xareysay isagu u sameystay oo ugu talagalay inuu ku cibaadeysto halkaa buu markii iska joogay fa atathu ummuhu hooyadii baa u timid waa uu yusalli xaalu tukanay isagoo salaadii ku jira ilaa nin cibaado badan shaqo kale aanan qaban oo ah bas inuu cibaadeysto un kaliya isagoo salaadii ku jira baa hooyadii u timid waqaalad markaasi waxay tiri yaa jurayj jurayjow طبعا صلاة بكجرة وعنو مركة هو يدي وجوابه فقال مركة وحيري وانتو صلاة بكجرة وشو يديني هذا صلاة بكجرة يا رب أمي وصلاتي ربي ما هو يدي مسا صلاة بمهتا ما هو يدي بان أجيبه أو إيه يري سايميان إيه ده آذا بس صلاة دي ده مهتا تيب وشو يدي كدي من نوحة أصاب بحضي إنو ها صلاة سيوته فأقبل على صلاتي صلاتي سيسكسي قابلو سيوتي فانصرفت هيرين ويقدون توين قاقدة في تكتب فلما كان من الغد مالين كي كوحي جي مركل لقاري دارارتي حكتي
أتته يصلي هذا أنا وأتمت يسوي صلاة كجيرو تكري تبتي إسلا سيدي. فقال الحذر يا جريج جريجو تقيلوا جوابه ومرك سيدي وكالو لبلي بحير يا أي رب صلاة أمي وصلاتي ربي مهويني صلاتي مهويني يعني أنك يستايو كدقاقا صلاتي من صلاتي إذا موتا ولا بلبي كدي ما حوصل بحدين وصلاتي وطوه فأقبل على صلاتي صلاتي سوسك سي قابل وسيوت. فلما كان الغد دارارتي حيك تمرك اللي جاري أتته يصلي وأتي من إسوه تكاني هدنا والله امتحانا. فقال ذو حيتر يا جريج هذا هو قلنا هذه سوى دواخر جريج فقال وحير هذا أي رب أمي وصلاتي ولا بل بي ربه وصلاتي بان سيوتا بسو هيدي بان هذا كده من حوصي أصاب بحذين وها صلاتي سيوتا فأقبل على صلاتي مركة وسدح جير انت هيدي وما نيسو ويو يريسو الله إذا ورجريجو إسنان وجوابين وصلاتي سيكا سيوتا. فقالت مركب حيت الهويديس يضحى ويكحن أغذي اللهم يا الله لا تمته إلى وهديل حتى ينظر إلى وكأغو دهك للرع إلى وجوه المومسات هوانك جركو ذبيعية سوق كجرة الزينيستة إلى وكأركو إلى وهديل وأخبار هو المومس اللغة العربية وصنو كقبان دون الإمام النووي مومسات المومسة والضمر كالزينيستا وزينا اللي حد حدا جدتين لكن قلو وقلو سي أوفيشالية وموقتة وضدكونا يكوي قانا قرية إلي لي شتية ميل كلي أي زينا دولة الرأس نووي هذلك أما هبارك هو يدي مركان دوغنو ما لها إله وكزيني سمايان دهن بس إنو أركا أمكلي عندها أول الرع انتي بعقاب وغادت. فتذاكر مركا هباركي مركا وصبحيا فتذاكر بنو إسرائيل جريج عبادته وحد عاد مركا إن ريب بني إسرائيل كشه كيستان نينك جريج عبادي ورنك عبادة بضنا ورنك الماشا أنك صبح نحوها ورنك كسيدا والله يشكيست. وحاجرت مركة وكانت وحاجرت امرأة هواني أو بغي أو جركي ذا قذاتا أو يتمثل بحسنها أو قروح ذا إذا تصال الله قدكتو مثال ليس قدكو مركة اللي رهبلا قروح بضن وحالي هبلا سيكتها قروح ذا هبلاها هبلا سيكتها إذا المركة اللي عبرا قروح ذا مركة ومعناه وحايا هاي مد سي خارق عادية وقرح بضن باهيت لكن هاي هاي دانا هوين يوضو سوق كو جرتوه جر كيدا بعيسى. فقالت هوين دي مركة مقشي إن جريج دادكو يكون مشغول سيون إليهين ورنكو أني عبادة بضن وركيس الله هاي بوحي تري إن شئتم هداد ربطان لا أفتين أنه أنا في النيني كان ماش أنا كسو صاري حاو ما حان بوذات با الله منتو إيدا يعني. فتعرضت له ويؤبن بحذي ويسبن دكتي تحول بأين ناوين كرى ذي اللهيد حمي أسعطة بيسا ميسي فلم يلتفت لها ما ومي العسن بأ وما وبحن به شيء وإن عبادة يوم وقت هو يدي بوجو جين وهي بإسلام زيني سنة هو جو جيني أمرك مركي أركتي إن آنو جو قدهيد أو عيدي جن عن جرور كذا أنا جرجرني بعيدي جد أنا له هالين ماشى إمارة يسوي حيد أنا بحين بروح يكبر قدر ملا إن يستري مثلا هذا قروحنا له إن وذا تخير ماشى كل جرعة ورك كيني وحاجة عادي حتى كريدت كاي وحاسو دي ما يساوي يستري على غيابة فأتت راعيا بالقوساري أتي من مركة كان يأوي إلى صومعتي هل كأو جريد أو سيحضه إسم الله سيحضه نن إسلام مولعة لدقن جريج وقوسارة بأتمت فأمكنته من نفسها كي بيسودي بتي فوقع فيها عليها مركزو كينا كرد عاي وكزينيستي اللي جريج حلقة قادي وايه قوسار كاوي حلقة راسات فحملت
أور بيقاد. فلما ولدت مركي إلمه يدجسو وإذا شيء قال دحيت هو إلمها يرى أركيسان من جريج جريج حق سكيم جريج بن علي وحرت أنا ترى هذا مشين كل يدريها إن جريج فرهيسي خبر كيسان كانوا وطن أن كيو الجاري جريج بن إلمها نالي بيتين halka marka diina ay hal baara iyo hal soo ogaadi hawsha ma jirtee fa atawhu dadkan marka hore way beegsanayeen in xoga taxtarag yar iyo qalab yar laga helay la raadinayay markii ba loo yimid fastanzaluhu maashi way kasoo dajiyeen niki jureyda wa hadamu sawmata mawliin waay burburiyeen annaga sheekh saayka ay dhigayseen تهوين أبينك إسلامها مركا أدمالها أو إدارة وجعلوا مرك واحد باللابن يضربونه إن مركا لقراعه ولا جارب تايه وبرك لقى حشيريه وأن الله نحريس قوضة لقى السود فقال مركا إنك ما بأوغا مرك وحيكوتها سبرايز يعني ما أوغا وحانت اللي سويمت وضطكون انت إيمادين وإماشي وقا صارين oo soomaadi dagaan digta laga dhigo dhulka la dhigay oo la burburiyo ma ogeeyo wax ma shaanukum oo arin ma xuya shaanigeenu halkay u socotaan ma jira qaaluhu haydeen zanayta bihadihi albaghy hawaynidan jirkeeda gadataad ka zinaysatay fawladad mink ilmaha naaday adaa dhalay oo yaaba macna ilma aanu shaqaq ku lahayn baa lagu nabay dushana laga saaray قال في أين الصبي أو المها الشيقي سان الذين أضاد عليه فجاءوا به والله كان ويلكيو اللي سيدا لكان فقالوا في دعوني بل إسكيك يدايا هدبا حتى أصلي ويلكن المها ديقا المها ماشا ديقا أنه أنتو كان يا وصلى وتو كذي فلما انصرف مركو الصلاة دي سيكبحي أتى الصبي كي يرابو يمي فطعن في بطنه علوشي سسافر تقوم بذلك saas ugu muday markii salaad uu ka baxay kiib calo saas ka antu saare farta وقال يا غلام ويليه من ابوك ابها واك يا ku dhale قال وحير فلان الراعي هبل نك قوسارك اي dhale ilmo yar wali oo hadda dhashay wali dabta lagu siida oo aan farisan karin oo aan kaliye mal istaagi karin ba ilahi subhanahu wa ta'ala ka hadal si وحين هيد رنسي كرامة سهلنين ضدكم مركا وحبي أركانه فأقبلوا على جريج جريج اللي يسوي من يقبلونه يقولون كان ويتمسحون به وصال الله ممسحانا يلا بركي سنة لأن ولي باته والغو سرمي والغو خلبمي ومركا الله إمام مضيني مركا اللي حال قاضو وقالوا مركا وحيدهن نبني لك صومعتك من ذهب مولعي يرايو اسكا hambal kaaya deganayd oo nu ka burburinay dahab baan kaaga dhiseynaa mid ajeeban ku dhiseynaa qaalay xulala waxba ay dhiseynaa dahab ayaga dhiseynaa aayiduha min tiin marka hore dhoobay ka sameysneede dhoobadeedu ku celiyo sida ahayd ku celiyo kama kaana sida ahayd fa faalu sidii sameeyeen hadaba marka hadithka marka wuxuu noo sheegay qaybtaas وحن الله بحضانا مرك هذا مركان بلابي محانت المامي انت هذا شكو عيسى لبو صاحب الجريج سدحنا يوم كنت المانا قبدي او الخدود ميت كل افراد نواتا وان هو المامي انا كنت ضرو فمر رجل نمبا صومري راكب على دابة اسو دابة سارم بصومري دابداس وفارهة قرح بضن وشارة لبضب كلمة اسكو معنوه مركة فارهة ومركة النوع وناكسن ايتها الحشو يعني فارهة دول حنقنا كوالتي جودلة هذه اي دايرين يهديك لي شارهة دول حنقنا موقال كسر وحنو موقال كسر وشارهة مركة لبدا عربي قد افصومان انو قرح بضن هنا لكن مقال كسرا وحلو استعمال كلمة شارها مقال كأما كوالتي أما جودة إيه التيادة وحنا وحلو استعمال كلمة فارها
marka waxa uu timid waxa yimid nin saaran daabad quruxdeeda leh oo runtii indhaha ay qabanayso. فقالت أمه مركاسا هوينيدي المها دبك كوس دبت كوس دتي المها نوجيني سي بهويدي وحي كتري بهويدي وحي تري اللهم اجعل ابني مثل هذا إلى ويل كيك كانوا كلا كدي إلا نين كان قروح ذا كم وقت أو داب بدا قروح ذا بدن وقت أو جديد كان قروح ذا بدن وقت مركي أركت وحي تري إلى ويل كيك كان وكيره ماشي كوس دتو كانوا كلا كدي. فترك الثدي كي يرى مركه وكسو جيس الناس كي لنوجيني وأقبل إليه نيكي وساء الدكتي فنظر إليه يعني حقي سو جيستي فنظر إليه سابه مركه ويلك نيكي وفيري نيكي مركه وساء واركو علمه يرى هدوه. فقال وحير الصغير وحد لنوجيني اللهم لا تجعلني مثله إلا وكاسو كالها كدين. ثم أقبل على ثديه مركه سو حلقا كسي وطي إنو سينو الناس كي فجعل يرتضع مركه نجمدي وسيب الله مركه. مركه حديثك ابو هريره نو وريني وحو ليه فكاني انظر حابد مودا حد مركان شيكده اني شيغيو انان فيرينايو اندها لا راعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي السوى كورمية ارتضاعه المهير مركو الناس كنوغي باصبعه مركو النبي صلى الله عليه وسلم مركا وحو شرح يا قف مركو شرح يعني اكشف وبحينيا النبي صلى الله عليه وسلم وساء النوغي باصبعه فرتيس السبابة يو تصبيح ستا في فيه أفكا سأقول مركا مركا سير كي يرى انتو سأسو جيسبو بالله انو مركا ناس كي نوغو. فجعل النبي مركا حقودة قال يمسوها مركا انو نوغي ومروا حدنا اير كدب ايو حالا لصو مري بجارية قبر يرو وهم يضربونها ايو قراعي جاري يرو الدونه لقراعي دو قوض لقصور ايو ايالا لصو مري ويقولون وحيلي مركي قراعيان زنيتي وزنيستي سرقتي حتى يرلتي ما توك باتهاي زانيت باتهاي. وهي تقول أيضا إلى ذا حسبي الله ونعم الوكيل إلهي بقى وفلا ونعم الوكيل من لطل صارتنا إلهي بقى وناكسنا يضل انت أنا قوضة لك الصورية. فقالت أمه مركي هو يدي مركي وحيتري المي راسي دي اللهم لا تجعل ابني مثلها إلهي ويلكي سلامت أنا كالها كدي صلى الله قراعي. فترك الرضاع نجمدي بكتين ونظر إليها إسلانتي كبرد لقراعي بو عندها للرعاية. فقال يحول اللهم اجعلني مثلها إلى بتاسوك عليك دي كيرا الله. فهنالك تراجع الحديث مركا سيوحي بالله بعد ويل كيرا إيهويني إنا ولا هلان. فقال هوي وحي تر إيضا يابن وآد ولا مكاكسن أركا حي تر مر رجل حسن الهيئة نين وحا صامر قروح بضان. فقلت وحان إلى اللهم اجعلني مثله وحان إلى إله ولكي نين كانوا كالكردي. فقلت أدنى وحاتني اللهم لا تجعلني مثله كاسو كالكردي. ومروا بهذه الأمة الضونتن بهدنا كينا وهم يضربونها إيوه قراعي ويقولون له زنيت وزنيست وسرقت حباد حدي. فقلت وحان إلى اللهم لا تجعلني ابني مثلها إله ولكي كان طرو كالكردي. فقلت أدنى وحاتني اللهم اجعلني مثلها إله إيوه كالكردي ما خلدان ماشي أن كل ربي ماشي ربي اسم الله أنا أنوحن ربي ننكاس مقالك قروح البضان وكم مغضو وحا قروح البضان وطو أيان ربي إنا إساو كلا النقطة أنا واحد يسكو مثل نيسا معركتي مليو الضونة أو للي هاي أو زانية ذا أو صاري قضا حاسا أوتري. قال وحيل ويلكي يرى الله إن ذلك الرجل ننك هذا أركيسي والله ذا قروح با كم مقطة كان جبارا نوحوها ظالم وبربرين بضان جبار كو عددك عددك أجو جن وكوكسي وليقو روحك سحلشت. فقلت وحاني أنا اللهم لا تجعلني مثل ويلي وكاسو كان هيك دين وإن هذه تنسى تتضح وين إذن إيضا يقولون لها زنيتي وحي كل ينواز زنيستي ولم تزني زننا مقالين وسرقتي بيلي محباد حدي ولم تسرق وحنا ما ينحذن. فقلت أنه حانيري قف بريئة أو إنوسنتي أو دم بأنا قلن أو لنبوي أو لقو حد قد بيو اللهم اجعلني مثلها إله إيضا كالكادك متفق عليه. والمومسات بضم الميم الأولى مو ميم ككوادة القذية وإسكان الواء وكسر الميم الثانية ميم كاللوادنا
والله هوس دقي يا وبالسين المهمله مومسات مومسات وهن الزواني وهوين كزينيستا والمومسة الزانية ومركي سينجلر تهي وقوله دابة فارهة بالفاء حادقة نفيسة وحوناك سنوي لبدا معنا واسكم منه والشارة بالشين المعجم وتخفيف الراء شينتو وسدح دبعي ليلة هاي رأضنا وغالة فضيني مشدنا وهي الجمال الظاهر ومقارك السرع في الهيئة قفك قابيسي والملبس بحرين ومعنى تراجع الحديث نحن على قبل أي حدثت الصبية وحدثها ويلكي يرى أورا أنت اسنو أورا مي معناها والله هذا بعد إحمر اللي بدو دو كوفوزيشة بعد إحمر والله أعلم نبي صلى الله عليه وسلم فرين علز بو قد بنيا لكن نحن نوصو مرينا لون أه ميثودولوجيكالي أه دتكو أي سهلا يعني باش أوقع كران ودقي سنكران حالا ما أنت قفك إنه وعد لسو إستاغو إنه قصص واضح مريو دتكو حي آد يدو دقيستان ودق رارعيان قصده يعني قصده مركي قفك الله شاكاية وحيسينية ومتابعينية هل كي يكون دنبيسا محاول دنبي يالا الدليا واحد دلي كده من مركي سافر ريمه الله نحديها نبقين عادي وهنجل صلى الله عليه وسلم إنه كهلا الله بقد عددا وقد عددا هو الرئيسي إنك شقينا كل عام قريب من إسرائيل بك أحد عدي ومذيه هو مركي وحي دعاي ومذيه هو فقاد وحي دهان ما معيش ويديان سؤاله ما نو واجب با ومذي هو روحي ودي مركز لغاش شاكي انا نغانا رعنو شرعي ودي شرعي من نويا يعني هذا الكو حودي عنوانك هي أصول فقه هل شرع من قبلنا شرع لنا ومذي نغهري شرعي ودي ما شرعي من نويا وحي يقال لغير ربا نغانا لغير ربا علم هذا مركز صدح قول بيت الماما يعني معنى انو شرعي ينوافقه يونو سموافقين هدو وافقه شرعي من نويا هدو سموافقين ما يقول صدح هذا يسوي مركز توقف كيسر المهم هاو نوي هاي إنوماءها يقول سد هذا عليه هدو كان وافقنا ونوي هاي هدو سنوافقين شغاكو مليم المهم نكا كان نعابدوها دين تينو مقبته وحل اللي هاي روبانية روبانية دو وقفك إنو دوية كقوه وحي دهان تبطل بيدان تبطل لغة عربية تبطل وقفك إنو عبادة ونقوه شغاك الآن قبان دين تينو مقبته دين تينو وحي ربطان قفك إنو بارتي سنة آدو حولي سفوف صدو شركة دي سواتو كالج كيس آدو جامعة دي سواتو مزيد كيس سنواتو وصلاة دي سواتو وصون كيس سواتو زكاة دي سواتو دين تنو حرارة دين إذا بالانسة دو يسكو ميزامن لكن دين للي هاي قفك أدوية دم بو فري تصدح دلغات بو دي بي مركاسوح و كليه او قوضة مع أخراء أنه تامركا حسابت أنه قوضة جرتو هو الدين ديناميكا او يو دقائق قيادة له قف كان فرعوني يكون بيريسا الله سبحانه وتعالى انت ادبرال دي قلينيسد اضو شقاد هذا كجرة او وحي الهي كاري بنا اتكفو قانيس وحي الهي كفران اتفرتو ميسد انت سعب هذا وقتا مد الله بعد وحكى الله لقى قادنا يهدنا هو يدو يعني هذا وحا لقى يابا عباده كجرة وحايا دين عباده دو جوجيه توعي سوي ديان مركا هدي قف أضو صلاة كجرة أي هوي كويرتو محالك إليا علم أضو حيدان هدي صلاة أضو صلاة سنة تهوات كبحيسا هوي الله الله يسا صلاة سنة فرد كسما لكن نبي صلى الله عليه وسلم هدوي ياي بحكا صلى الله كبحيا هدو نبي صلى الله عليه وسلم استجيبوا لله وللرسول هدي هوي اللي يري صلاة سنة والله كبحيا ina dad call ay ugu jira call ee chatting ban ku jira iyo ee group ban u jawaabaya ama darsi aan dhageysanay marka hooyo telefoon ay soo dirto khald yani macna ala qal ushad ina mashquul santahay aad ku soo celin doonta ala qal say u degto hooyo lamid maaha dadka lamid maaha oo walwalay sax laga yabaa inay sir ma dhintay kan telefoon ku qaban waayo xaalad xun xaalad kale ku jira كد من يدي عافمات كده مركا أوصاميه لمد ما هدتك كله سادرت هوي مركا يسوى هذا شو وحكست والباركن قرينيه إذا بريورتي كله أبا كحيقة لكن إن أبا تلفون قل الجسد هوي أدا هذا وأنا قانو حي تلفون قصة وعيس كوي ترى ده بنايو أخبرت واحد إذا ده بيرت هذا ريد يقول إنك كل هذا أنت يعني دالين لهيد أنا وأقبانيه ما هتاس
شيلين كان من بركوبي واحنا من بركوبي عرق نين كان حق بكو تاقين وكو مشغول سنين وعباده لكن هبار هو يا هلا اضو مركة طالب العلمية اضو من بركة سارا اضو ترابح دات كان بحينة هو يهدي كو بطورت وكو بطورت والهبار كيدا خفيف بوها هبار دارن معها إلا هو كزين يستامين دين تصبح تريس كهر كان إلا هو لس كهر كيني مطقان نين كان يقبرنا مطقان بأي مانس مركة وجوه المميسات لنا صاحبنا هاي علماء بيروحوا ليه يجري مركز صان أركو ضدك الدعوان مسلسلات كفوش حن يو إسلام ما حقا قاون يو في المضى أي واحد صح استاوي يعني إلا يسكو هباري يجري هديبة وجوي جوي دي إلا ذا الله إله هدلين إلا وكأرك وجيه ذا أنه نوجيه ذا ما نوبا في سنابير وجيه على في سنابير islaan dadka ugu yeeraysay inay jirkeeda marka ay beeyso wajiga waxa la fiirsadaa kuwa marka nambar meesha ku soo qoray qaqaawan marka habaarkii shalay jirid lagu habaaray inaguna wada haysta marka inaga nambar wada habaaran inta marka kuwa indhaha la raaciyo dadkan ugu habaarayeen marka marka wax la isku habaaray ahayd waxa anaga maanta caadadana oo mobilada aan ku sidana oo sheerka aan ku sameeyayna wada qaybinayna oo kilibada aan ku wada duubayna oo وكومنتي أما صار إن لأن هو اللي سكون إنكار يجري مركا مركا وجوه المميسات قفكي كو إنكار وابا كو إنكار النهاية قفكي إنه إنكار تكبحوا موغتي هو نوغتي من دمال كالي وعلى كل تاسوا قضم مركا هدبا وحكولا هدان أركي صدتك شياطين تأ وحككو أن الباد الكودة داعات بيوهين هوين إذا وحاق لبتي ننكن وناك إن لقو شك شك وهيبل 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 أنا خبر كي سكيني ولذلك النبي يقول حوت المامة إسكا إلى لبر الدنيا إسكا إلى ليا دمر كان إسكا إلى ليا الدنيا دو حيري هو دو سيد دوجيو كالحاجة بروح ذا وين معان تحاجة لأنك في النادي أجوه الرئيس رأي بني إسرائيل كوب اللابات دمر كان لو جاي من بير قف مركو الباب كدمر كوحر ومرك يجيب الباب ده لكن فرن ما نهائي صاحب ما نهائي وأصل سكر نهائي isku meel baan joogi jirnay iyo deris baan nahay iyo habareer baa dhashay iyo eedadii baa dhashay iyo shaqo carbeedkan anaga daba wadaa naga daayo boofiska ah maaragtay dhaqankan anagu ma lihin anaga hadaan nahay gabadha habareerta dhashay iyo mid eedada dhashay isku meel baan fariisana inagu isla joogna dharka isku hor bedelana hadaan doonno maaragtay meeshan doonan aadna hal sarir baan seexana shaqoladan dhagaha ku soo dhacay ma qurux badna ولذلك قفك وحل الربع إنه أنتو كفوا جان كرو إنه كفوا جادو ما لين تين وحن صوت المانة قفك هدي وكفوا جادو فرجي حرام ديك هدو كفوا جادو شيلن حرام هدو كفوا جادو دين كيس مركز سبب بادية سد حلال ضلال قفك يسك أودا وما بتبادو هرتال لكن هذا ميت كمان يسكو فرتيد قفك فصحى من ديني ما هليهم وحكال هذا نمشي على غير قاضنا يا zina dad saga diyaar ah jirin kan raaciiga wuxuu u joojiyay mal ninkan qowsaarka wixii uu iska watay laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala kan karaam soo saaray uu ka hadalsii marka inta hadashay dabta ku hadashay saddex kaliya maaha hadii saddex soomaanti imaam kaana marka lagu sii daro min hadiga markan xasri ahaan uma sheegina laakiin inta marka ayuu tilmaam hadda waxa kala hadana meesha laga qaadanaya waxa wax lagu qiimeeyay inaysan ahayn madaarka muuqaalka sare wax laguma qiimeeyo qofka qoloftiisa iyo muxuu ahaa qalfoofkiisa iyo qaadkiisa iyo qabkiisa wax laguma qiimeeyo waxa lagu qiimeeyaa qofka muxuu qalbiga ku sitaa attaqwa haa huna wa ashaara ila sadri nabiga sallallahu alayhi wasallam ninka maxaa laabta ugu jira shalan dhowr jeer baan soo tilmaanay in muuqaalka sare macna aanu samayn lahayn macna sameeye qofka kan isagii ilaahay maxaa ka dhexeeya ضبا إلهي أسرار كلا بحيسا أدي أذن أغين صدقوين أن لأغين بو بحيا صلاة أن لأغين بو تكذا ختمات أن لأغين بو تورا ما لنكو قعنت إلهي أباهد ما لنكو إلهي يا رب ما أنت أنكوص أباهدان باشو إلهي سبحانه وتعالى سيد لك جوابي وحكو الله هدانا ماشا لغي قاذان يا قبل قبل بإذن الله سبحانه وتعالى ضدك مظلومين تأه قبل أن أيضا مظلومة بوحي له إلهي يسوى كليك ديك إله إله إيضا كلا يقدك تسول ليه مركا مظلومك قفك ظلمي هل كان مركا حلقة قاتي باب كان مكهل لنحوها فض ضعفة المسلمين ضعفة المسلمين قيبتا هدى قد بيسا إيقابلنا سعة حديثك أباريا وضعيف من المسلمين المسلمين تكون جدا
وحدنا أبار يعني كان جري اللي هي ماشي سجدة وإله يسكع بودي اسنين لا يقدرناه. باب ملاطفة اليتيم والبنات هو باب بهاي إن لا دمريو أغانك إيهاب لها إيهاب دهاي وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين يدمان ضدك ضعف ضعف إيه مساكين تا يكو جبان يعني بمعنى ظروف توضع ضدك تاي والإحسان إليهم إن لو ناجيو والشفقة عليهم إن لو نحريستو والتواضع معهم إن لو يسلوا لديقو ومعناها التواضع لهم وجوان لسكسر الرئيسين وخفض الجناح لهم إن قرب كل راه رعيه. طبعا باب كم هو الربا كي حد عن صوت لما يكون كلام إنه سكوت ضرر. قال الله تعالى إله سبحانه وتعالى بيقول واخفض جناحك للمؤمنين قرب كاغ المؤمنين تورارية. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول حريص ابنه. بكلمة اخفض جناحك واللغة العربية وكلمة أي سي كناية كالأوت المام يسو استعارات كيدي وحيري توشيحات كيدي وضعتها وحلقة وضع أن حريصه إلى هذا نبحر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا أو إن شاء الله سوى شرحنا نصد هذا كو حباسو اللي جر كالنقو أو اللي جر مرة المميع قوض النقو لذلك إلهي عابدي أروتي قلبتي وضن كالآن لهين إلهي موياني وجي إساس إن دها كان يملك الأجل الإحسان ويقوم كلي معركة أبار الدنيا ذا كلي الدنيا ذا كون مشغول. فأما اليتيم فلا تقهر كان أضونك حانك وضع يتيم أضونك عن دهب كاها قهرين وهدمين. وأما السائلة قفك حويدي سنة بريوت طمعين فلا تنهر هرار أو هذا الأذك هكدهين. إلى يوحير هذا أرأيت الذي يكذب بالدين معوقتها كان يوم الجزاء بيني فذلك الذي يدع اليتيم وكان مسكينك أما يتيمك الريبية حقي سكور استاقي ولا يحض على طعام المسكين مسكينك إن لقودين أن كبر أن كبرين أنت أص وأنت آياتها مرك آياتا وين صامر تصبر نفسك حتى نوع نوصل نقطة سبورود كذي وكمل. الحديث الأول حديث 260 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال وحي كنا مع النبي نبي قال ملجوكني ستة نفر إنه لحقفة أما كنا ستة نفر لحقف بانو هين مع النبي نبي قال لجوك صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون للنبي نمك مشركين النبي وحي كيلا دين اطرد هؤلاء كوان نغيري لا يجترئون علينا يعني وديرنين يعني من ضد حان هاي ستارس كود وصرعي ليفل كود وصرعي ضد بوين ولا قدم بيو حول الله وحكى السلام هذا معركتي اد برتيد كون ليتا ضعفضا اننا لا فريستان بيرو انو ديرنيا الصومالي وعصب هذا واخا وهي هاي وسو ديسن كون هنو سو ديسن تو. وكنت انا وابن مسعود مركا وحانا هاي وكنت حديث يا نورني صحابي وكنت حانا انا انيكو يو ابن مسعود لبو ورجل نينو منه ذيل راه ذيلة وبلال أفر ورجلان اللبان نو لست أسميهما أنا المقعابين لبان نو أن ماشي ماشي وشيغين أي ماشي كجربين. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم نفس دي سحبه صغر حدث نفسه نفس دي سحبه وشيكي مارك الله أن ماشي وكتك وحلقيا بالحديدة يام إن ما أركتي وشيكو هذا وكانوا إلا مركا أي أجاذان حالة ذي إني أجاذان وقرية مركا ما شيءين بين شرح الحديث مد الله بعد نبي جم حق قلبي سواق عليه نبي حق قلبي سواق عليه شرح الحديث يا كود درانا يا وحي لي لأن أيضا ولا جفهم وسبورود كده إن يصير والله هدي إن من كان هذا وضياشا ووين هدي فدي جار الله سمي سجارة ولا كل أنت وأنت صو إسلام كاتو صد باشا وانت صدق سو اسلاما قرب كون نوضان وانت صدق فربنا با كو دو فيشن اسلام كا يسو قال وحبو النبي صلى الله عليه وسلم الدعوه او دنيني مرنا النبي قلبي سماهن انه دد كان ليدو اما انه اري ما هين لكن وحي سير بل هدي مصلحه الدين تو كشقيني لكن الهي وحي سو دجي وحي ولا تطرد الذين يدعون ربهم ها اري ها بورينين ماشي ها كسارين كو عابوديه ربي غود اروتي قلبت يدعو يريدون وجه وجه الهي بالرمضان كلام له وان كان لك فخفخ يو
maaragtay saasaanu ahayn iyo fadhi gaara li noo sameeyey iyo diiwaaniyad gaaraanu fadhiisanay innagaa si gaaran loo soo dhaweeyey wingiga janaaxa v i p daan fadhin shuqulkaas maaha kuwan ilaahay darti u taagan kuwa la fadhiis waa taliya nabiga sal alla alay wasalam marka waa lagala hadlay aayadda marka sawiruurkeysoo socay وعن أبي هريرة عايد بن عمرو المزني وحلق وريه وهو من أهل بيعة من أهل بيعة الرضوان وحنا كجر بيعة الرضوان رضي الله عنه هدي أد مقشد وهو بدري وهو بيعة هذا مقش وقرادها نينك سحابي قطولا وماش وسر يسوي كوني أفرت بقلب كجرة وإلهي وهالمري لقد رضي الله إلهي راضي بكن نقل إلهي راضي بكن وحوه حرسان مركة عمالة جنة وديارة marka waa nin sarowey marka ninka waxaa laga wariyey anna aba sufyaana ninka abu sufyaan leeyahay ayaa ataa calaa salmaana wa suhaybin wa bilaalin fi nafarin wuxuu u yimid salmaan wa bin faris suhayb arrumi wa bilaal alxabashi wa universalitiga islaamku leeyahay ninna roomu ka yimid xaggaas iyo romaanka midna wuxuu ka yimid bershiyu ka yimid من نبع كي من أفريقيا كي من سد حضوضة أو فديو نفرنا لو جري ويم فقالوا مركو حيدهن يا هالله يا سد حضوضة هالله يا وحي أركان أبو سفيان بأركان وعيران ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها سيفها إلهي عدو إلهي ماشي للربي ممرنين هل كل ربك كما يندعين وحي المركة إني لهذان نكن أبو سفيان إنه النول هذا معهن إن سافت الله تكتاي أحد قول له هذا كاسير فقال أبو بكر بيسهيم ويبي رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم هذا الكلمة كل الدين قريش أدي كذي سيد كذي عرتمية هذا كل الدين حبل الدين فأتى النبي نبي قوي صلى الله عليه وسلم فأخبره وأشهد هل أنت سعد عذبي ما أنت هنا واضف يلا للجوع سلمان سهيب جروب كا يلا فديه فابو سفيان نايم رجي ماشي فدين هذا كاسي كو هادلين يعني هو نوعا ما هذا لو يري نين علوس او ما عرفت قريش اودغيري نبيغا مركا ما ديهن حيسا ودهن نيمانكا ماشي ما كعرودين نبيغا نيمانكا مهم ما هي لكن ابو بكر سؤال بودي وخير يا ابو بكر لعلك اغضبتهم وحن كبقى نيمانكا انا تكعريسيسي كوا كل جوج بلال يسهيب ينات كعريسيسان كبقيا لئن كنت أغضبت مهدات كعريسي سيد قلداس لقد أغضبت ربك ربي قد كعريسي هدوغو أنو نيمان كاو حلقة الشيء مهيم إيما لكن وحا مهيمة قلوبت إلا إلالي بلال إي صهيب إي رقا ما شفني فأتاهم أبو بكر مركي نبي هذا كأوكي وصلت فقال يا إخوتاه ولا لهي قو أغضبتكم مين كعريسي قالوا حين لا 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 يغفر الله لك يا أخي دمي قال الله ضعف رواه مسلم قوله ما أخذها محل قوضا أي لم تستوفي حقه حقي ذي كما أوفسن منه يعني سيفتي نمكا كان مدن كودي ممري ما شاءت كده لايتو لم تأخذ أما ما أخذت مقاذن سيوف الله سيوفتي إلهي من عدو لعدو إلهي ما أخذها مدن كودي ممري ما لنكاس حلين للدلائي يا أخي روية كلمة أخي بضمي الهمزة الهمزة وكسر الخاء أخي ثاني لندوه بضم الهمزة بفتح الهمزة عندها همزة ولا قردي وأه أو ولا قردي يد أ لندوه وكسر الخاء إي له وتخفيف الياء ولا فوضية وروي بضم الهمزة إن لجودنا والوري إن مك أ إي أو أنت وليد وفتح الخاء أخا إي أنت وليد وتجديد الياء مرك لغتها إلى لهجات كل الدوام بمرك كل شيء الإمام النووي ألقنا مركا ضدكي نبي قال لي ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشية رجاوي أبو بكر نوح الرحيم بوها مركو هرانا معنيه إذا ما أني ما كان إنه أبو سفيان وفضله معنيه إذا ما هن أو حكاية هاد وكلية حقا هذا الكل ما ضدك كهر هذا ما هن وقف كي ضمير كي سؤال إلى عليا وأنت سبلي نص إسلام وأنا أقوم بكاه وأنا أجي النبي يقول سعدون بكاه لكن أبو بكر والله شجوع حليري كواس يعني كعروني dadka samarka muhiima Abu Bakar markii uu isgartay uu ku soo laabtay xir miin ka arisi hal iska ki afi howlaha samarka bilaabatay ma wixii la yaqfir lahu lak ya yaqfir lahu lak ya akhi wala yaru Allah dambiga ka daaf
وعن جزء جبين إن لبدا حديث أسوته عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحير أنا أنيجي وكافي اليتيم أقوان كمدك كفالة قادة في الجنة جنة هكذا سيدة وأن وأشار وحوت الماء بالسبابة فرت السبابة حنور جشجني من السب وعيدة واللي سكو عيد المركب العيد تم يفرتها سال هذه سنة لكن إسلام قول حكري السباحة فرتاس أمور ستادة إيو الوسطى فرد حيدة لذا سنة بقى سائل سكو المركب تلمامي وفرج بينما إن يرسا وكالة درقية مركب وفرج وكالة درقية إن ير مركب حيري سيدة اللي وضع فرات إنت إي كالة دير يمبا كالة ديرنا ساسا جنة كنا هبي وكافي اليتيم حلقة وضع أي القائم بي أموره متك أرن كيسا كوكوما دبري عن أبي هريرة حديثة لو بقل لهذا أفر أفراد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره قفك كفالة قاضية يتيمك مرك له لغيره محل وضع لو حلق يتيم كان إن أذيك ويتيم كاوية أو أو أوتها أو أبتو أوتها أما أذير أوتها أما قوادي إيدا أوتها أما هوارير أوتها هو أوتها مركا كاسا لغا وضع لغيرهن أما جنب وكاية هو عيد كالا على شيء إسكو هيب متين إسكو ديغان متين إسكو وضن إسكو جيسين إسكو قارد متين إسكو ميدن متين لكن واحد مقشة مسلم يرى يتيما مقشة يقول أنا وهو أني إساك كهاتين سيدا صوى كلام في الجنة كنها وأشار الراوي راوي وحوت ما وهو مالك من أنس وحديث النوريني بالسبابة والوسطى تلمانتي هدو مركة تلمان قوله إليها اليتيم له أو لغيره محل هذا معناه قريبه متحكتريسة أو الأجنبي منه آمدا حكتا وهين مر كلمة أجنبي مركة مثلا إنك وأن أجنبي مركة لدهم الله نقف محاولة إذا قف مسلم أجنبي أجنبي كلمة لقى ما وضع مسلم معها محل لقى وضع يسكو هيب منه حكتا منه مركة أجنبي صومالي لحظة أجنبي كلامها لكن يجد حدث وحن نقوم كقفك عن أديك شقاء إسكول هين إسكو قبيل أذان هين أجنبي بوكاية مركا معنى ومحاي إسكو هيب متين ويتاصل لك وضع اللقاء هان وحين كتم كلمة من الجيم ينون لقد عليه ماشا كتم هذا فوقان بي موجنسة التنب جانب فوقان بي اتمام إسكو كلا فوق تين وي إسكو هيب متين إسكو ميل مكشان بالك وضع فالقريب مركا مثل أن تكلفه أو أن تكفله ده أمه أو جده أو أخوه قريب كلا تلمام وإن أي كفالة قاد هويدي وكفالة قادي كرتا أما أوه بقصف كفالة قادي كرا أو أخوها مولاك بكفالة قادي كرا كوين أو غيره من قرابتي أمويه كسهر وقرابتي إنتو مركا كفيل بيكن نقون كرام ومعنوا كفالة قادي كرا وإلى هنا وبالله التوفيق.